انا قلت انتوا بتاكلوا الاكل ولا ايه؟ لا 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 حبيبي دي طعميه دي ولا ايه؟ طعميه وفول. الله سامح بيموت في الطعميه على فكره. الله طبعا. لا وعاملين بطاطس كتير. انت قلت لهم ايه؟ سامح بيموت في الايه؟ الطعميه. انت بتدبسيني. بتضحكوا على ايه؟ لا يا حبيبتي لا يا سلام لا في حاجة؟ اصل هي بتقول في حاجة؟ بيموت في الطعمية بجد؟ قلت لها انت بتدبسيني ولا ايه؟ طب الحمد لله. انت كلفتي نفسك كده يا شيماء. لا والله والله كلفتي نفسك. لا لا لو مش هنتعب لكم نتعب لمين؟ يعني احنا لو مش هنتعب للغاليين نتعب لمين؟ طيب يا حبيبتي ربنا يخليك. ده انا عايزة اقول لك بقالي ثلاث ايام قاعدة اجهز لكم في الاكل ده كده ثلاث ايام؟ وبعدين قلت كل يوم بقى بناكل لحمة وفراخ زهقنا صح قلنا نغير صح صح والتغيير على جه على وشنا. ماشي. يعني احنا كنا عايزين نغير. انتوا بزهقتوا؟ فاحنا رايحين طعمية على طول. انتوا كمان قلنا هنيجي نغير فلقيناكم انتوا اللي مغيرين. طب خش عايزين تغيروا خش جوه غيروا. تحب يعمل لك ايه بقى يا وسام؟ ولا انا بشرب اكل جوزي من الاول لان انا ايه بشرب ميه قبل الاكل. دي مش ميه يا حبيبتي. تعالوا كلوا يا جماعه. ميه انا هصدقها. هجيب لك ميه استنى. انت تؤمري. تسلمي. انا عندي كام وسام حبيبتي وكام سامح ولو لا. مش هتعب لكم اتعب لمين انا طيب؟ لا انا عايز اقول لك حاجه. لو مش هيتقتم وسطي وافضل رايحه جايه عشانكم يتقتم وسطي عشان انت بتذلينا. لو مش هيتهد حالي ما تقاسش. لا والله تسلم ايدك عشان عايز ميه انت كمان. لا يا حبيبي هترميها في وشي خلاص. لا عايز اقول لك حاجه بمناسبه الميه. ايه؟ كنا في حفله وانا نادرا ما بروح الحفلات يعني. فجايبين اكل وبتاع وانا كنت في الفتره دي عامل دايت. قلت له عنك الكلام اللي بيزعلك. لا لا اصحى كده انت عادي كلي براحتك عادي مفيش مشكله. فقلت له عايز بس ايه حاجه ساقعه صودا اي حاجه صودا يعني. جاب لك حاجه. فجاب لي حاجه زي دي كده. ماشي طعمها غريب جدا. انا قلت يبقى الحفله دي فيها حاجات. واحنا مش بتوع حاجات. نجري. مش بس شربت ايه بقى ايه ده. بعدين واحد صاحبي معايا فقلت له اشرب دي انا حاسس ان فيها مش صاحبك عارف شرب. لا واحد زي حالاتي. فقال لي ايه ده سامح انت طالب خمره ولا ايه؟ يا لهوي. قلت له لا والله ده انا قلت له صودا بس يعني. وابتديت الدنيا ايه تلف بيا. اكتشفت ايه في الاخر؟ ايه بقى؟ ان صودا ميه صودا. طب قولوا لنا بقى مره عملت اكله وحرقتها في البدايه كده. ده في الاول انت اتصدمت كده ما رضيتش تحرجها. في الاول كنا عايشين ايهام كل دي مكرونه. وهي في الاصل مكرونه عجينه. انا قعدت ان دي رز بالايهام شهور يا شوش ونفسي افهم المكرونه ايه اللي غلط فيها واكلم كل الناس وامشي يعني الخطوات بالظبط ما اعرفش ليه عامله كده ولحد دلوقتي ما اعرفش. يمكن النوع بتاع المكرونه. اقول لها يا حبيبتي النوع هو الوحش. ايوه المشكله مش فيها المشكله في النوع. الرز الميه اكيد من الميه وحشه عايز ميه معدنيه. حاضر. بس يا رز يا وحش ما تزعلش وتسيب. لكن بالثقه اوعى اي حد يتجوز حد ويقعد يكبسه ان لا الاكل وحش لا شكلك مش عارف ايه لا لا بالثقه اديها الثقه اديها الثقه. هو كان بيقول لي الاكل حلو. انا اديها الثقه وانا مش قادر اكله يعني انت اكيد بتضحك عليا. لا الاكل تحفه بتسلم ايدك بس المكرونه مش الصلصه تقريبا مش متسبكه يعني في حاجه غلط. انا عمري قلت لك على اكل وحش؟ لا بصراحه وكان كله وحش كان بيبقى باين على انا كنت والله العظيم بيبقى باين على وشه يعني بالهنا والشفا حبيبي. ايه الحب ده؟ اوعي تاكلي صوابعك. حبيبي والله خلاص هاكل والله كله 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 كله. ايوه بحب بقى يبقى مناكب يبقى عارف. بتفكروني بمشهد بتاع جورج سيدو بجد؟ اللي هو يقعد صح؟ هو كان بيعمل مشهد ده عشان تسمع بيحب. ايوه جورج سيدو وتكبر. قول يا ماجي يا ماجي مش طب
طب قولي لي يا وسام، ايه اكبر عيب لو كان موجود في سامح كنت ممكن ما تستحملوش خالص؟ بصي اقول لك، يعني في حاجات كتير قوي يعني كانت بالنسبه لي يعني مستحيله. اول حاجه ان انا يكون رايه ما بيعجبنيش. انا ما يعني زي ميدي. لا والبخل لما انت قالت لك كان في اشاعه كده، كانت في اشاعه كده طلع على سامح انه بخيل، يعني في ناس قالوا لي ده شكله بخيل، ده شكله بخيل، بس انا متاكده انه مش بخيل يعني. بس هي البخل طبعا صفه سيئه جدا برضو في اي راجل برضو ماشي. طب سامح، يعني انت بتحب الغنى صح؟ ده مين اللي قالك؟ كل الناس. وبيغني في كل حاجه تقريبا. باين عليك. امال انت مسرع على الجنب ليه؟ عشان فنان حساس مطرب يعني. ايوه فلازم تغني اغنيه لوسام تهديها لها. ام يا ماجد جوني. والله ما هي. طب ما انا والله ما هي. تحلف بالله عليك تدبست. يا شيماء انا ما بعرفش. لا بتعرف؟ والله ما بعرف. لا والله. بس ثانيه واحده. لا يا شوشو خلاص، ثانيه واحده بس. انا مش هغني، عشان لو انا هغني فخليه ما يغنيش. لا خلاص مش لازم. ماشي خلاص هنعمل كده. ماليش اي علاقه. انت هتشيل مسؤوليه اغنيتك واغنيتها بس. ما بعرف. ما انت مش احنا طلعنا مع بعضينا في ايوه. لا أنا الاغنيه دي غنيها. لو عايز تغني الاغنيه دي غني. لا انا اغني ايه بس انتوا ساعدوني. طب ماشي. لان انا اول الطلعه بعد كده ما باخد مطب على طول يعني. او الات موسيقيه. ماشي اوكي. بحلم بيك انا بحلم بيك ترارا اشواقي مستني ترارا بحلم بيك انا بحلم بيك اشواقي مستني اطلع بقى وما سالتش فيا كفايه عليا طيب ما دام انت يعني حسيت نفسك مش في الغنى قد كده هديك فرصه ثانيه. ماشي اوكي. هتقول لها كلام حب لوسام بس بطريقه رمزي. ايوه يا ماشي. كانك لسه بقى ايه بتتعرف عليها. ماشي يلا بطريقه رمزي. وسام حبيبي. يعني انا لسه انا مكتشف ان انا بحبك من زمان لسه دلوقتي. هو ده رمز. ولسه القعده الحلوه هتكمل، ولسه يفضل منورنا النجم الجامد جدا سامح حسين ومراته القمر العسل وسام. بس هنروح لفصل صغير ونرجع لكم بسرعه، استنونا. بعد الفاصل ولسه معانا ومنورنا اطيب اتنين زوجين في الوسط الفني، النجم الجامد الكوميدي العسل سامح حسين وحرمه. افرجي نفسك شويه كده عشان انت كده هيبان ان مفيش اي. انا مش عارف اقعد. انت يا عيني خلاص، انت هو مش باين، تحس ان هو المنديل اللي في جاكيتك يعني حاجه. ما دي عظمه. طب يلا نلعب بقى. يلا هنلعب لعبه التوافق. اوكي هتاخدي السبوره الحلوه دي. يلا ومعاكي قلمك واستكتك وانت أوكي. كمان يا سامي اهو. ماشي يلا. هسالك سؤال وتكتب الاجابه على طول من غير ما تقولها، وانت كمان تكتبي نفس الاجابه ونشوف اجاباتكم زي بعض ولا لا. اللعبه من 10 يعني 10 اسئله هنشوف هتجاوبوا فيهم كم سؤال. أوكي ماشي يا معلم. السؤال الاول قول لي يا سامح، وسام اتغدت ايه امبارح؟ اكتب امبارح؟ بسم الله بسم الله. المهم ان انا متغدى معاها. ايوه هي كتبت. بس كتبت ضحك ولا ايه؟ ماشي نلف كده. الله الله الله.
الاولى لشوربه الخضار. بس يا حبيبتي ما اكلتوش غير كده؟ تخيلي احنا بنعمل دايت اصلا. ما انتوا احنا يعني مستعدين للعزومه بتاعتكم. اتاريكوا يعني. فجبت لنا فول وطعميه يعني. جبتوا على الفاضي. طيب السؤال لوسام، اسم جدة سامح. انا فاكراها. تمام. من ناحية الأم صح؟ يلا. يعني بص الاسم عامل ازاي؟ واحد اتنين تلاتة نشوف. ايه ده؟ ما شاء الله كان اسمعك من خمس درجات في وش العدو، ربنا يحميكم. قول لي يا سامح. نعم. ايه الحشرة اللي بتخاف منها وسام؟ الحشرة اللي بتخاف منها وسام. لو اعتبرناها حشرة. ماشي. ايوه اعتبرناها. خلاص؟ لا هي حشرة، أنا هكتب لا خلاص حشرة. يلا أنت كتبتي. لو اعتبرناها هي حشرة. أنت كتبت. هنشوف. يلا واحد اتنين تلاتة نلف نشوف. معلش. ده مش حشرة. أنا حاولت يعني. هو قال هنعتبر إنها حشرة. هي كتبت الصرصار وهو كتب البرص. بصي هو احنا علشان انا وهي واحد فانا بخاف من البرص. يا واد يا عمير. يا واد يا وانا هديك بقى نقطة عشان العمر ده. ايه رأيك بقى؟ وثمانية من عشرة وفيا بنتوا عليه. اسأل يا مادي. والله الناس دي عسل، احنا نجي لهم كل يوم. درجات حالية قوي، ما عملتش كده ايام المدرسة. طيب سؤالي لوسام، ايه اللون اللي لا يمكن سامح يلبسه؟ لا يمكن يلبسه؟ لا يمكن، ما بحبوش. لا ما هو اللي ما بيحبوش حاجه الحياه الشخصيه. بص يعني. اقول لك حاجه عشان بيحبوش. عشان ناخد النقطه. ماشي. اللي ما يحبنيش انا البسه. ايه رايك؟ عشان اللون الوحيد اللي هو ما بيحبوش هو بيلبسه عادي. هو يعني ليه ناس عادي دوره يلبس اللون ده. اصل انا علشان ممثل فممكن انا مش بنتكلم بقى في الحياه بقى ما لناش دعوه. ايه اللون اللي مش بيحب؟ بيكره. سهله دي. لو ما عرفهاش انا هزعل منك. واحد اتنين تلاتة نشوف. لا 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 تسعة من عشرة. والسؤال الأخير اللي هيحسم الموقف. تا 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 قولي ايه أكتر أغنية وسام بتحبها؟ اكتب. يعني لا مش عايزين كلام. بحب يعني. لا لا هو مش عايزين تلميحات. هو انا عارف انا الشرح البسط. لا لا لا.